الإرهاب والتطرف ظاهرة جديدة علينا في العالم بعد أن كان يستخدم الدين لتحقيق أغراض معينة تحت اسم الصليبيين أو حروب الفرنجة في تنفيذ مخططات على مدار التاريخ، وقدموا أمورا كثيرة لمعالجة هذا الإرهاب بأسماء عدة، واستخدموا اسم داعش أو أسماء أخرى مختلفة ومتعددة، وظهر هذا واضحا في تفجير كنيسة العذراء سيرة النجاة في 2010 في العراق، وبعدها بثلاثة أشهر تفجير كنيسة القديسين في الأسكندرية في بداية عام جديد، وأيضا تفجير الجامع في سيناء، والتفجير الذي تم في أستراليا، واستخدام أساليب أشخاص متعددة بأفكار متعددة لزرع الانقسام والضغينة بين الشعوب، وصدروا ما كانوا يريدون أن يقدموه الإسلاموفوبيا. وهذا الكلام الذي قيل والذي صدر على مستوى العالم لم يكن له دليل واضح، بدليل أننا نجتمع معا هنا في هذا المكان مسلمون ومسيحيون من أجل هدف واحد، وهو مكافحة المحتوى المتطرف في عبر الإنترنت والسوشيال ميديا. بناء على هذا الكلام تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر في ذاك الوقت في 2011، ومع قداسة البابا أنبا شنودة الثالث رحمه الله لتأسيس ما يسمى بيت العائلة المصرية، وكان له هدفا واضحا زيادة النسيج الوطني داخل مصر وإزابة الفروق الموجودة والأفكار المزروعة الخاطئة من خلال لجان الخطاب الديني ولجنة الشباب ولجنة الأسرة، ورصد ما يحدث ونتابعه على مستوى مصر. ونشكر الله نجحنا في هذا على مدار 14 عاما، نعمل معا بصداقة متواصلة بين الشيوخ وبين القساوسة ما بين جميع مؤسسات الدولة، وأقول الأزهر، الإفتاء، الأوقاف، وكل الكنائس أو الطوائف الموجودة في مصر، نعمل معا من أجل ترسيخ هذه الأمور. الحقيقة تغيير الفكر وتغيير الفكر الإرهابي أو النظرة الموجودة يحتاج إلى تغيير ثقافات وتعامل معا على الأرض لتغيير النشأة. آسف أقول كان في غياب منا ما حدث هذا الذي أدى إلى تصدير ما رأيناه على مستوى العالم، ولكن نشكر الله أثمرت هذه عن جهود واضحة، تعاوننا معا ضد من هو يهز ويحطم الثوابت الدينية الموجودة في مصر، ورأينا ذلك واضحا ما صدر من فضيلة الإمام الأكبر والأزهر والإفتاء والأوقاف ضد الإساءة التي قدمت في فرنسا من عدة أيام. كيف تعامل الجميع معا للحفاظ على الوحدة وكرامة الأديان وعدم الإساءة للآخر؟ أنا بقول الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، لكن نجحنا نتيجة التعامل على الأرض، تغيير الفكر، التعامل المشترك، الأهداف واضحة. الأديان جاءت من أجل الإنسان ولأجل الحفاظ على الإنسان وإعطاء لكل إنسان كيف يعيش مع الآخر وانتماء لأوطانه وانتماء الإنسانية كلها. لم تأتي الأديان للتناحض، إذا وجد إيجابيات في أي دين تلاقيها في كل الأديان، إذا وجد دين يرفض شيء معين بذاته تلاقيه موجود في كل الأديان. فنحن على المشتركات نعمل معا، نحن لسنا ضد الحريات لكن نطالب بحريتنا للحفاظ على أدياننا. إشمعنا الحريات تعطى الآخرين ولا تعطى هذه الحريات لأصحاب الديانات؟ هذا في تميز وعدم مساواة، تمييز وعدم مساواة ليه؟ لماذا هذا؟ وبعدين عايزني ما تشيئش إليك، ليه تشيئ إليه؟ نجد أقول حقيقة يعني يمكن كلكم تعرفوها،
الذين يؤمنون بالديانات السماوية 3 مليار وشوية، والذين العالم فيه 8 مليار هم عايشين مرتاحين، ويسيبوا التناحر بين الناس اللي مؤمنة بالله، لأن ده التصدير للفكر لمصلحة الشيطان أو أقول إبليس لإبتلاع الشعوب في الضلالة الكبرى التي تؤهل لنهاية الأيام. نحن نشهد لأدياننا، نحن نشهد لعقائدنا ومجتمعين معا، لأنه أنا أقول لك مثل مصري، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فإحنا متحدين، مش حد يقدر يفرقنا، لأن الأديان كلها بتنص على التعامل الطيب، التعامل الحسن، التعامل المشترك، وكل الأديان ضد الخطيئة وضد الفساد وضد كل هذا. إحنا نجحنا ببيت العيلة في هذا كتطبيق عملي بين الأزهر والكنيسة. نستطيع أقول لك إن إحنا في الأول تعبنا وجدنا مشاكل، لكن نجحنا في إزابة الفوارق ما بين الشيخ والقس، ما بين المسلم والمسيحي، نجحنا على مستوى الأسر، وطبعا كل منطقة لها نسبة درجة معينة، وده يعني نتيجة التنظيم والعمل الدؤوب الذي نعمل معه. يعني أنا مثلا والدكتور عمرو الورداني تجدينا معا في لجنة الثقافة والمواطنة وحقوق الإنسان، تجدينا في المؤتمرات دولية مع بعض، مؤتمرات خاصة مع بعض، مع دكتور محمد المهدي وهو أستاذ علم نفس بجامعة الأزهر، ممكن نكون موجودين مع بعض، تجدونا في كل مكان نعمل من أجل إزابة هذه الفوارق. فالخبرات موجودة والمقالات موجودة وكل حاجة تشهد. إذا وجدت آية في القرآن تلاقي مثالتها بنفس المعنى في الكتاب، تلاقي بنفس المعنى في التوراة، فلا يوجد تناحر بين الأديان كما يصدر للناس، وهم بيلعبوا بهذا الفكر اللي مش مظبوط يغزوه، ونحن نعمل معا لوضع الشيء السليم في كل في مكان. شكرا جزيلا نيافة الأنبا أرميا. الحقيقة حضرتك أنا هتوقف على عدة جمل مهمة جدا حضرتك تفضلت بيها، وهي إزاي نقدر نغير الفكر أو كيف نغير الفكر، أو زي ما بنقول بالإنجليزي المايند سيت هي اللي لازم تتغير. أيضا نموذج ناجح جدا الذي تفضلت به حضرتك هو التطبيق العملي في التعاون بين الأزهر وبين الكنيسة. من ضمن الحاجات اللي برضو أتوقف عندها هي العمل، ضرورة العمل على المشتركات بين الأديان لأنها موجودة بالفعل، وتعزيزها وإذابة الفوارق، لأن الفوارق بسيطة ولكن المشتركات أكثر بكثير، وأنه فكرة التناحر بين الأديان هي فكرة بيروج لها الذين يروجون أساساً لخطاب الكراهية والتطرف لخدمة أجندتهم الخاصة. وهنا الحقيقة الفكرة بين اللي حضرتك تفضلت بيها، وهي أنه العمل على المشتركات وتعزيزها، ربما الذين يروجون على التناحر بين الأديان بيرجعنا لفكرة إنشاء أو تأسيس منظمة الأمم المتحدة لحوار الحضارات، وهو بداية كانت نظرية هانتينغتون لصراع الحضارات. وإحنا بنرفض فكرة أو نظرية صراع الحضارات جملة وتفصيلا، إحنا بنقول إنه الصراع اللي موجود هو نابع عن الجهل بالحضارات، فإحنا نجهل الحضارات الأخرى، وبالتالي فإحنا بنقول إتس clash of ignorance مش clash of civilizations. هو ليس صراعا بين الحضارات، لا، وإنما هو تكامل بين الحضارات. مظبوط. هدي لك مثل آخر، أنا أخذت جائزة الحسن بن علي للسلام في المجتمعات المسلمة، وكان معي رحمة الله عليه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، واستلمناها في دولة الإمارات المتحدة في أبو ظبي أنا وهو معا، لأن إحنا بنعمل من أجل تغيير الفكر وترسيخ السلام، فلا يوجد صراع إطلاقا بين أي حضارة. حضارة بتكمل حضارة أو حضارة بتختفي أخرى تظهر. وأشكر عليكم.